واستعداده لمباراة الاتحاد السكندري غدا. كابتن شريف عبد المنعم نجم مصر ونجم النادي الاهلي، برحب كابتن شريف. اهلا بيك، منور. نور، معلش كان لازم نقول التصفيات كانت ايه اخبارها، سعداء وانا بنسمعك وهنرجع نتكلم فيها، لان طبعا معلش حضرتك اتفرجت على مباراه الارجنتين امبارح، يعني حاجه جميله برضو تستمتع بهذه التصفيات، خصوصا لما يكون فريق زي الارجنتين كده. كابتن شريف، والله انا كان نفسي نجنس ميسي ويجي يلعب معانا. يا ريت نلعبه بقى، اما نشوف بقى عبد الشافي هيمسك ميسي. ها عبد الشافي ما حدش هيمسكه. بص السوشيال ميديا كابتن يعني اشتغلوا، بص مش عايز اقول لك يعني بشكل غير طبيعي على الجزئيه دي، ولكن طبعا هنتكلم بقى طبعا على الجزئيه بتاعت منتخبنا هيلاعب مين في كاس العالم في وقت ان شاء الله هيكون في المجموعات كلها اتحطت بشكل كبير. كابتن اسامه عرابي طبعا نجم مصر ونجم النادي الاهلي، برحب بيك كابتن اسامه. اهلا وسهلا بيك، منور يا كابتن. الله يخليك. ونجمنا في كاس العالم. ونجمنا طبعا كاس العالم، انت كاس العالم قاعد معانا. كاس العالم كله كابتن اسامه جميل، ويمكن من الناس اللي شرفونا طبعا من ضمن جيل جميل، جيل كان مهم في تاريخ مصر لوصوله ايضا في كاس العالم اللي احنا بقالنا 28 سنه ما كناش وصلنا، والحمد لله كابتن حققنا الحلم وكسرنا عقد الكابتن مجدي. ولا لسه؟ فيش. لا لسه، ما هو بيقول لك لسه. لسه لما روح هناك وحد يجيب جول، لو ما جبناش جوال نلعب ثلاث ماتشات نتعادل فيها تبقى صعبه قوي، 0-0 دي ممكن. كل حاجه وارد. صح. كابتن اسامه برحب بيك. كابتن شريف ايضا، يمكن امبارح كابتن زي ما حضراتكم كنت بتكلم كده على دور على ايطاليا مش لاقيها. ما هو لسه كابتن ايطاليا عندها مشكله. احنا 14 المنتخب ال 14 اللي وصل من ضمن منتخبات العالم للبطوله دي. انا قاعد ادور معاك طبعا مفاجاه كبيره قوي. تشيلي ايطاليا هتلعب مع فرنسا. تشيلي دي كنت مرشحها. صح. تعرف كابتن نهائيات كاس العالم اسبانيا طلعت على حساب ايطاليا وصلت، وايطاليا هتلعب ملحق. تخيل انت. تشيلي امبارح في المباراه اللي هي بتاعت ال بيرو ولا لا مع بنما ولا لا كانوا بيلعبوا البرازيل، كسبوا 3. تشيلي واخد اخر دورتين كوبا امريكا. يعني اخر دورتين 2015 فهي كانت مفاجأة كبيرة ان هم خرجوا طبعا من التصفيات. انا كنت مرشحهم انا لنهائيات كاس عالم. وبعدين دول لاعبين نهائيات قارات مع مع المانيا. لا فرقة كويسة. شفت لعبوا قدام المانيا ازاي في مباراة لا نهاية. فرقة هايلة، وهي مفاجأة بالنسبة للعالم كله بصراحة. لا بس عامة كابتن يعني برضو مفاجأة كده، يمكن مباراة الارجنتين ما كانش في سبيل للارجنتين غير الفوز. هدف في الدقيقة الأولى أو في الثواني الأولى ميسي زي ما بقول لحضرتك قال لهم سيبوه، عارف الحاوي انت الحاوي نزل الحاوي. يعني بتشوف برضو تأهل الارجنتين في وقت متاخر، ده يدل على شفت اللعيب لما بيبقى عايز وعنده امكانيات وبياكل النجيله وبيثق في نفسه وبيرقص واحد واثنين وثلاثه، ما بياخدش الموضوع سلبي بقى خلاص. بعدين هو موقوف 5 ماتشات لو تفتكر، فعنده طبعا اكيد عايز يعمل ريفينج لنفسه ولجماهيره، ونفسه يحصل على كاس العالم كمان. يمكن الفرقه اللي هي معاه دي مش مساعداه جامد قوي كمان، مش زي الفرق الكتيره اسامه اللي احنا لعبنا معاها اتفرجنا عليهم في الارجنتين، كانوا بيبقوا في كل الخطوط متكاملين. بتبقى كانوا في خطوط متكاملين هو اللي دايما بس دايما هو هيجوين حتى بيبقى يعني ما اعرفش، انا بحس ان اللعيبه دي مستكتره على ميسي ولا ايه اللي هو فيه، انما هو كده يعني. انا بحس اللعيبه اللي جنبه دي ماريا برضو حاطط نفسه في حته اكبر من ان هو مع ميسي مثلا في نفس الليفل. هيجوين عامل ان هو بيلعب في اوروبا مثلا وبيحقق من احسن الهدافين اللي موجودين في ايطاليا وحاجات كده، انما ميسي ده حاجه تانية وبضاعه تانية. كريستيانو رونالدو، نيمار، كل البرازيليين الحقيقه بنحطهم، والارجنتينيين يعني بنحطهم في حتت مزروعين يعني. انت عارف الارض دي بتطلع زي الاسماعيليه عندنا كده، ولاده لعيبه كوره. فطبعا ميسي من حاجات الفاكهه، بندور وبنجري بنتفرج على ريال مدريد وبنتفرج على برشلونه، بنجري يعني عشان نتفرج يعني بخصوص الشيء يا كابتن كنت بتكلم في حته ان انت قلت كنت بتتكلم فيها ان صعب طبعا، ولكن الظروف ما خدمتهمش. كان في ماتش مفروض بوليفيا كانت لعبت تشيلي وتعادلوا معاهم 1-1. أيوة. فبالتالي هم لعبوا لاعب بيخالف اللوائح بطريقه معينه يعني. أيوة. فالاتحاد الدولي ادى الثلاث نقاط لبيرو لتشيلي تشيلي، وايضا بيرو كانت مغلوبه من بوليفيا، فبالتالي ادت الثلاث نقاط لبيرو، فبالتالي النقطه الزياده دي هي اللي خلت التعادل في عدد النقاط ما بين بيرو وتشيلي، وفي الاخر عدد الاهداف هو اللي وصل
بيرو للملحق اللي حصل. هو طبعا مفاجأة زي ما انت كنت بتتكلم. هو كمان العجيب انه امريكا الجنوبية بقوة القارة في امكانيات اللعيبة والمدرسة بتاعت امريكا الجنوبية، انا مستغرب انه بياخدوا 4.5 مقاعد بس، دي غريبة جدا يعني. يعني يعني بياخدوا 4 مقاعد والخامس بيلعب النص مع اللي هو اوقيانوس دول، هو طلعت نيوزيلندا. نيوزيلندا فيعني امريكا الجنوبيه 5 فرق بس او ممكن 4 والخامس ما يوصلش. هو غالبا هيوصل يعني، غالبا الخامس زي ما حصل قبل كده مع الاورجواي مع الاردن لما كان حسام حسن ماسك الملحق. فبياخدوا 4.5 مقاعد يعني. انا برضو غريبه يعني. هو طبعا اوروبا طبعا هي انجلترا اللي عملت الكوره، واوروبا طبعا مدارس اوروبا جميل، لكن 14 فرقه من اوروبا وخمسه بس او 4.5 بس من 14 مقعد لاوروبا. اسامه عقبالنا احنا لما نبقى 9 يعني. انا على الاقل احنا لو كنا في مجموعه زي احنا وغانا المفروض نبقى موجودين في كاس العالم. حرام لما تبقى فرقه مصر او غانا بره. احنا عقبال ما احنا يبقى عندنا الكاتيجوري دي واحنا نبقى بس موجودين. احنا الحمد لله برضو يعني خدت 5 مقاعد انت. احنا لغايه سنه 90 او 94 كان مقعدين بس يعني، افريقيا كانت مقعدين بس يعني. مصر لما وصلت 90 انت وصلت انت والكاميرون، فكانت صعبه جدا. لكن دلوقتي الحمد لله برضو وصلت ال5 مقاعد ان شاء الله عشان يعني. عشان كده كابتن بقول لكم ان مصر عرفت الطريق للوصول لكاس العالم معايا في الجزئيه دي كابتن اسامه كابتن شريف، ان احنا ان شاء الله هتلاقينا موجودين يعني. انا ده احساسي ان انت عرفت ازاي تلعب الفرق وازاي تبقى تتعامل مع الفرق بشكل ما في هذه البطوله. انت ايضا انت لسه هتلعب بنفس الطريقه اللي هي بتطلع من تحت دي يا فاروق، كابتن اي حاجه بس نوصل. انت فاروق لسه هتطلع من تحت لقدام. احنا عايزين ناس سوبر رانر بقى بعد. احنا خلاص عرفنا السكه ان لازم يبقى ناس بتروح على الجول وناس بتهاجم وناس بتريح. ال 104 مليون دول اللي جالهم مرتب التاج في اخر دقيقه. انا كنت موجود في الماتش في الاستاد انا وانت كنا موجودين. يعني الشكل في الملعب غير طبعا على التي في يعني. فبالتالي انت وانت احساسك في الفرقه في اليوم ده، هل الضغط العصبي ده اللي اثر على لا طبعا شكل واداء اللاعبين، ولا اللاعبين نفسهم كان في حاله يعني؟ بعض اللاعبين كان مش في حالتهم يعني. هنتكلم انت يعني جبت مش كل من الاخر. يعني صلاح حضري ما جملكش يا فاروق يعني والله يا عظيم انت جبت من الاخر. الضغط العصبي اللي كان عليهم وعلينا احنا كنا بنطلع السلم بننهج. هم اللي عليهم الضغط ده كله. بس انا عايز اقول لك على حاجه، احنا كاعلام وناس كمان المحطات الباقيه وكله والصحفيين صوروا للشعب وصوروا للعيبه وصوروا الناس احنا وصلنا خلاص. يعني فين شرح قوه الفرقه اللي احنا جايين نتكلم عنها بتاعت كونغو؟ كونغو جايه بال 22 يا اسامه بيسخنوا. ها ماله نص الملعب؟ انت اتفرجت وشفت ماله نص الملعب يا اسامه ناحيه ثانيه؟ ال 22 بيسخنوا، مش هقول لك 16 ولا بيسخنوا تسخين. انت مش عارف مين فيهم فرقه. شفت كام واحد نزل الملعب؟ فرقه كلها بتسخن اكنهم هيلعبوك ال 22. عندهم ايه اللي يبكوا عليه؟ مفيش اي حاجه يبكوا عليها. كابتن انت بتشوف بوستو احنا برضو ما اهلناش منتخب مصر ان دي الفرقه دي فيها محترفين رجعوا هيلعبوا النهارده، عندهم لعيبه كوره. ما اعرفش ما عملناش الحكايه ايكول، عملنا ان احنا 99% كسبانين. هي الحكايه عمرها ما كانت كده. ده مباراه مصر، مباراه كره قدم يعني. فاديك شفت الارجنتين، التاهيل اللي انت بتتكلم فيه الارجنتين والدنيا والشكل عامل ازاي يعني. حته التاهيل دي كانت دور الجهاز الفني ودور اللعيبه الخبرات اللي موجوده، ان هم حتى اللعيبه اللي ممكن يحسوا ان هم ممكن الامور دي تبقى ضغط عصبي عليهم كانت مهم جدا يعني. اعتقد جيل 90 الوضع كان اصعب كمان يا كابتن. بس هقول لك على حاجه، مباراه اخيره وماتش صعب مع فريق جيل 90 الجزائر. اول 90 كان بيحارب انه يوصل لنقطه ماتش الجزائر يوم او سامي عارف انهم يوصلوا لليوم ده هنا عندنا في الجزائر. ما كنتش تتخيل انك هتتعادل مع هولندا، ما كنتش تتخيل انك هتتعادل مع ايرلندا، ما كنتش تتخيل ان انت ممكن في اي كره تكسب ماتش وتبقى انت اول مجموعه في هذه المجموعه. انما كانت ظروف 90 غيرنا. احنا صورنا الماتش بتاع كونغو الاولاني 2-1 هناك، وبعدين 2-0 خلاص انت وصلت كاس العالم. ظروفك في ال6 نقاط اللي خدتهم في اول المجموعه دول خلوك برضو مستريح نفسيا. وكمان والماتش الاخير خسروا على ملعبهم من غانا 5-1، فكل الناس كانت ما عندهاش شك انه انت صورت الدنيا ان دي فرقه تعبانه. وهم مش تعبانين الحقيقه يا اسامه يعني. مش عايز اخفق حق لعيبه مصر ان هم عملوا مجهود كبير قوي، بيلعبوا فرقه كبيره جدا، فرقة كويس طبعا، ولعبوا لاخر نفس ولاخر لحظه وربنا كرمهم. بس برضو يا كابتن انا يعني حته الروح كان عند بعض اللاعبين بحس انها مش دي روح ممكن تخليك خوف يا اسامه. انا بقول ضغط عصبي، ضغط عصبي، انا بقول ضغط عصبي.
اصلك انت لما في اوقات بتتكبل كده عضلاتك وبتاع، بيبقى الجهاز العصبي مش شغال كويس مع العضلات من الـ من الـ من الضغط اللي عليك. اولا في لعيبه كتير حتى في التمرير مش مظبوط، طالما التمرير مش مظبوط بالدرجه دي يبقى في ضغط عصبي غير طبيعي. يعني واحد بيعمل كره طويله مثلا عشان تروح للكابتن شريف، تروح رايحه 50 متر وراه شوطة او 20 متر وراه، واحد يجي يعمل تمريره مثلا مسافه هنا 2 متر 3 متر، تروح رايحه 8 9 متر، فكده الجهاز العصبي بتاعه مش مظبوط مع العضلات، فده من جايه من ضغوط غير عاديه. وانا بقول برضو نقطه شويه، طبعا ما فيش شك انجاز كبير التاهل، ومبروك لمستر كوبر، الجهاز الفني كله، المجلس اداره الاتحاد، الجماهير المصريه، كل حاجه، ولكن شويه احنا بنفتقد القياده في وسط الملعب في المنتخب المصري. يعني المنتخب اللي هو قبل ده اللي هو بتاع كابتن حسن شحاته ابو تريكه واحمد حسن وحسني عبد ربه وعماد متعب بتاع، تحس كلهم قيادات يعني غير الامكانيات الفنيه، تحس انه شخصيات كبيره. اللي هنا معظمهم يا اما جاي من المنتخب الاولمبي لسه خطواته في المنتخب الاول، لسه زي رمضان، زي صالح، زي تريزيجيه، لعيبه جاهلين طبعا ومن اصابات وجايين من اصابات. ايوه، والمنتخب اللي قبله شويه اللي هو صلاح وحجازي ودول ابتدوا ياخدوا خبرات شويه، والجيل اللي هو باقي منه 2 3 اللي هو الحضري واحمد فتحي والكلام ده اللي هم عندهم خبرات. القياده في خط واحد في المنتخب، ممكن تبقى من عصام الحضري، ممكن تبقى من احمد فتحي، لكن في معظم الخط الامامي مفيش قياده كبيره في الملعب. حتى تريزيجيه صغير يعني. ايوه يعني مفيش. رمضان صبحي صغير قوي يعني نص ملعب سنا واحتكاكا وكله. صح، فعايزين تحس ان عايزين قياده شويه في وسط الملعب. يعني المنتخب اللي هو قبل كده تلاقي مثلا حسني عبد ربه بيقود، احمد حسن بيقود، حسام غالي بيقود. المنتخب احنا بتاعنا في سنه 90 هتلاقي مجدي عبد الغني بيقود، اسماعيل يوسف بيقود، هتلاقي ربيع ياسين بيقود، يعني في قيادات في الفرقه. يمكن دولت مع الماتشات الوديه اللي هتحصل الخبرات تزيد، لكن انا بحس ان النقطه دي مفتقده شويه في المنتخب شويه. حقيقي، ولكن ما كابتن هو كان يوم حلو. يوم طبعا طبعا. فرحه، شكي، يعني حتى بما فيها التعليق حتى في اليوم ده، وكنت انا بتكلم على التعليق بتاع كابتن مدحت شلبي امبارح وانا بتكلم ان هو اتكلم خلاص روسي، يعني عارف يا كابتن شريف؟ قايل نفسه احسن خالص. كابتن مدحت دايما بيمتعنا بتعليقاته. يا سلام يا احمد لو معانا كابتن مدحت وهو بيعيط بيتكلم بالروسيه. لكن هو اليوم كان جميل الرغم يعني وون سبورت عملوا شغل جامد قوي. صحيح، قناه كانت صراحه يعني. انت لسه بتقول لي قبل ما باكد على كلامك اللي انت بتقوله، عملوا يوم من كل حاجة شكلا وموضوعا واخراجا وتعليقا وما كانش تكمل بقى اسامة ومحمد غير بهذا الشكل. طبعا اتكلم في الجزئية دي بقى، جزئية ما بعد وصولك لكأس العالم، شكل الكورة في مصر يعني وجهة نظري انا البسيطة انها هتتغير. حتة التسويق للدوري الممتاز للكورة للشركات اللي ممكن تعمل انفستمنت في مصر هنا من خلال طبعا وجودها احتكاكات كل حاجة ممكن تختلف. يمكن احنا كنا بنتكلم على اوت اوف الجماهير بقى كابتن بالشكل الفترة الجاية مختلف، ونداءات طبعا للاولاد اللي ممكن يكونوا كانوا اتحبسوا في مواقف معينه، نبتدي نعمل صفحه جديده. التصالح بقى شامل في كل حاجه. هو ده اللي بتكلم عليه، وما اعرفش حضرتكم تقولوا لي المبادره دي تبقى عامله ازاي. اسامه عارف ان راجل مدرب وعارف قد ايه لما بيلعب بفرقته وفي جماهير موجوده ضد او مع قد ايه الحماس اللي بيبقى موجود، ولا يا كابتن اسامه؟ طبعا الجماهير عصب كره القدم. يعني انا كنا في مداخلة هنا في اليوم اللي قبل الماتش مع عبد الحميد حسن، دخل علينا الفنان أحمد بدير، فكان قبل الماتش فشاف الجماهير في الملعب، قال لك ده أنا بلعب في الوسط الجماهير دي، يعني موريك شوف التعليق، أو أنا في المسرح وعندي الجماهير دي، ده أنا هطلع حاجات مش ما طلعتهاش في حياتي. فأنا بوريك قيمة وجود الجماهير. كلنا كنا لعيبه في النادي الاهلي وعارفين، وكلنا كنا دوليين وعارفين. كابتن برضه طبعا لا دي نمره واحد. اسامه انا هفكر فاروق بكر، ما دخل فينا الجون حصل ايه؟ ايه يا كابتن؟ ما دخل فينا الجون في احنا كنا برج العرب انا وفاروق. سكوت رهيب طبعا، الدموع في عينينا كلنا، ودلوقتي يعني لما بيجي السيره دي جسمي بيقشعر.
اللي نساني وانا قاعد بتفرج وببص لربنا بقول الناس دي كلها ايه، هو ايه الحكايه يعني انا بعرف. فلقيت الناس بتقول يا رب صح يا رب، اقسم بالله نسيت ان دخل فينا جون صح، وحسيت ان احنا في امل صح. وجري عبد الله السعيد وشيف اكرامي والناس على الخط وبيزقوا، وبقيت اتفرج على الناس هتشرف ازاي تحت دي، انت لو مكان موجود هتعمل ايه؟ ده في كلبشه حصلت واللعيبه اتخدت واتخضت طبعا طبعا، انما صعب جدا الشحن بتاع الجمهور يا جماعه وكلمه يا رب طبعا. دي هزت الدنيا كلها، والولاد اللي احنا ما شفناهمش في ال 80 دقيقه اللي فاتوا بيقدموا الاداء اللي هو متحسس على انه ما يخش فيه جون صح. ويجيب جون وكان كسبان 1-0، خد بالك بيحاول عيني يحافظ على الهدف ده، برضو عضلاته مش شايلاه والكلبشه اللي احنا اتكلمنا عليه اللي خلي معلق المباراه كابتن مدحت يعيط كله عيط، وبعد كده بقى يتكلم روسي عايز اسمع بقى نروح نسمع كابتن ونرجع نتكلم تاني عن الماتش. يلا بينا اتفضل يا احمد. هنروح كاس العالم فرعون افروسي متشيتا كوبا ميرا متشيتا تمبياتي ميرا فرعون ان تمبيانتيتا ميرا، فاهمين حاجة؟ طبعا بقول لكم الفراعنة في روسيا، حلم كاس العالم، حلم المونديال، الفراعنة في كاس العالم، كل ده بالروسي. فرعون افروسي متشيتا كوبا كاكيرا ميرا متشيتا تمبياتي ميرا فرعون ان تمبياناتي ميرا. هنروح كلنا مع اسمه خضري محمد صلاح، احمد خداسي، احمد فتحي، محمد النني، طرخاق الخامد، صليح كوما، رمضان صبحي، محمود ريزيجو، محمود كخربا. خلي بالكم الكلام اللي انا منطقه ده بالروسي صح 100%. عارف انت انجليزي ده مرسي بس عايزين مترجم روسي يقول لنا، ما احنا مش عارفين. وزي كابتن لطيف الله يرحمه لما كان يدي لك كلمه كده احنا مش عارفين اذا كان صح ولا لا، فاحنا عايزين مترجم روسي يقول لنا. نخليك تعمل تقول كل حاجه، كل حاجه مصري كده شو دي مصري يافد يعني مصري كده بالروسي يعني يعني دايما كابتن فرحه بتخليك تعمل كل حاجه ممكن تتخيلها. بس طبعا زي ما بقول لك انا اهم حاجه عندي بعد هذا التاهل هي شكل جديد للكوره من خلال دخول الجماهير بشكل معين، وارجو طبعا كل الشركات الخاصه طبعا شركه برزنتيشن الخاصه برعايه الكوره في مصر انها تبتدي تتعاون مع اتحاد الكوره بدخول بقى بشكل معين للجمهور، نعمل بوابات، نعمل تذاكر موسميه، يعني حاجات نقدر نصرف. اعتقد النادي الاهلي كابتن اشتغل على بطاقه اهلاوي وافتخر، هو اول الانديه المصريه ابتدى يشتغل على الجزئيه دي من خلال قاعده بيانات، ده مهم جدا انها تتعمم بقى تتعمم على كل الانديه، وده بحد ذاته هيبقى مكسب بعد والناس كمان هتبقى خلاص بعد المنظر ده حابه كابتن انها تخش بشكل محترم بشكل جميل، ولا في اي شعارات سياسيه ولا اي شتايم ضد حد ولا ولا ولا، لان هي دي كره القدم، انت ورا فريقك ده على طول باستمرار. بورصه اللاعبين هتبص عليك وانت في كاس العالم طبعا، عندك لعيبه كتير قوي صغيرين، هتلاقي حركه انتقالات لرمضان صبحي والناس اللي هي كلها محترفه، تريزيجيه هتلاقيه من تركيا دلوقتي بتبص عليه في حته تانية خالص طبعا، زي ما ابتدى صلاح في سيون وبعدين كده وصل لانجلترا وبعدين راح ايطاليا وبعدين رجع من ايطاليا على انجلترا تاني، هتلاقي في حاجه الناس هتفهم قد ايه معنى وجودك في كاس العالم طبعا. وجودك في كاس العالم يعني اقتصاد، يعني فلوس، يعني تعرف، يعني نشيد الوطني بيتضرب وسط العالم كله بيتسمع صحيح. يعني سياحه، يعني يعني ايه تاني؟ يعني كل حاجه، يعني ولاد بيذاكروا وبيتشطروا وبيبقوا عايزين نفسهم يكونوا في المكانه دي، يعني اهتمام بالرياضه، يعني البعد عن اي حاجات تشوه اي العلاقات بين اي حد، يعني تقارب بين العالم كله، يعني ممكن نوصل للفاينل ويقعد رؤساء البلاد كلها جنب بعض، يعني 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 حاجات كتيره قوي الناس عشان تفهم هي مش مساله كره وبس، ولا لا لا خلاص ولا 22 بيجروا الكوره زي ما الناس متخيله، شركات السياحه اللي هتبتدي تشتغل على الشغل اللي هيحصل ده كله، المطار القاهره اللي هيبقى في وقت من الاوقات هو محطه او الترانزيت اللي موجود لفرق زي الحج والعمره كده لا تردد الاسم نفسه ده دي دعايه بمليارات، يعني دعايه بمليارات كله هيشتغل، وقال لك كلنا هنشتغل كلنا هنشتغل كله بيشتغل صح، احنا كرياضيين حتى واعلاميين هنا ناس بتدفع لهم روسيا 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 مصريين في السوشيال ميديا اشتغلوا ايه بعد الماتش صلاح؟ لا 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 صلاح الخير وابتدوا على طول وجاي لك يا طهره جايبين بنت اموره كده، بس يعني كابتن يعني هو ده اللي احنا نتمناه، ويا رب ان شاء الله ان ده بتاعنا بخصوص الجماهير والشركات، ولان طبعا حاله رواج هتبقى موجوده في الرياضه المصريه، وده اللي احنا كنا متوقعينه. ايضا جزئيه الانتماء يا كابتن، انا والعلاقات مع روسيا
يعني لو في اي حاجه حصلت في الطيران وكده هتلاقي الطيران الروسي رايح جاي بقى، ما هو كيك احنا وين احنا وهم، كل حاجه تتلغي بقى، والجماهير هترجع الملعب طبعا. كل حاجه هتبقى زي الفل بوجودك والانتعاش واحساس الناس زي ما احنا بنتلم. فاكر الماتش بتاع نهائي افريقيا لمينا قد ايه؟ بطوله افريقيا دي لمت الناس كلها مع بعض طبعا. تاني قد ايه من غير ما نوجه، من غير ما نقول، من غير ما نقول يا مصريين احنا لازم كلنا نبقى مع بعض، من غير اي حاجه اتلمينا. حتى لما خسرنا اكتر حاجه كسبناها يوم كاس افريقيا اللمه اللي احنا اتلميناها تاني مع بعض، وهي حته الانتماء يا كابتن بقى اللي بتزداد، ودي الاهم، انتمائك لبلدك ووطنك وعلم بلدك طبعا، ورفعت اسم بلدك، هو ده الاهم في ماتشات زي كده كابتن محمد طبعا، تبقى حاسس. واللي عجبني في الماتش في وسط الجماهير العلم المصري، وكان هو الغالب يعني، ما فيش في فترات كان المنتخب لما يروح تلاقي مثلا اعلام اهلي كتير قوي، اعلام زمالك كتير قوي، اعلام مثلا مصري كتير قوي، اعلام اسماعيلي كتير قوي، لا تحس ان فعلا العلم المصري هو اللي كان غالب. وحتى في الشوارع تلاقي ناس كده اهالي وكده بيشتروا الاعلام، بتبقى يعني ترسيخ انتماء حلو يعني. انا شفت بلاد، شفت بلاد جايه على تيشيرت باسم البلد، منصوره، دي كيرنز، مش عارف، صح في طبعا، بس نقصد العلم المصري كله، كل واحد جايب الاوتوبيس بتاعه وجايين ان شاء الله يباركوا لمصر. البلاد كلها بتاعت المحافظات كلها هنا، مش عارف ايه، كل عاملين تيشيرت ابيض كده وحاطين عليه اسم البلد وجايين مجموعات طبعًا. يعني طبعا حاجه جميله. طيب انا كابتن احنا كلام جميل بقى عن منتخبنا، احنا عايشنا بنعيش وهنفضل نعيش حتى ان شاء الله وجودنا في اولى مباراه كاس العالم يا رب، انا اتمناها تبقى افتتاحيه. هتقول لي ازاي؟ اقول لك مع روسيا مثلا. انت هتركز بقى في النايجر يعني، هتركز في النايجر في الماتش اللي جاي، وهنخش بقى يعني هننسى واحنا خلاص هنبقى قدمنا ودخلنا كاس العالم، هنخش على النايجر وهنخش على ماتش غانا المتبقي. قد ايه دي هتبقى تحت فرصه لمستر كوبر وجهازه الفني بدعم الموضوع الاساسي. قبل ما اطلع كابتن بقى اتكلم على الدوري وانتم وجود حضراتكم نجوم كبار، كلام كتير كان على موضوع ان مستر هيكتور كوبر يعني عايزين، في ناس بتطالب ان هو ما يبقاش موجود في الفتره اللي جايه. رايي بعد اسامه في الكلام ده. رايي بعد اسامه لا انا وجهه نظري انه الراجل صحيح في ماتشات ما لعبناها مش كويس، صحيح الاداء حتى الان مش ممتع، ولكن لازم يستمر لانه الراجل جه في مهمتين. المنتخب المصري كان بقاله كام مره ما بيخشش امم افريقيا، الراجل اشتغل ووصل بيك لنهاية امم افريقيا. صحيح. الحاجه الثانيه نهايه كاس العالم بقى لنا فترات، صحيح بقى تقول في توفيق، في جهد مع توفيق، كل الكلام ده مع بعض، لكن في النهايه هو الراجل مع جهازه الفني، مع الناس اللي موجوده كلها، الاجهزه كلها، هم اللي وصلوا بالمنتخب ده لكاس العالم. فانا ضد انه لازم، انه قصدي مع انه لازم يستمر مع مستر كوبر، انه لازم يستمر. تشريف دي وجهه نظري الشخصيه. من حق مستر كوبر انه يقف على الخط يوم كاس العالم، وهو اللي يوجه، هو اللي يعمل كل حاجه. حق طبعا. وبانصاف الحلول هو كسب وراح. خد بالك ده اتحرم من لعيبه كتير قوي يمكن ما يقدروش يفهموا مستر كوبر، عشان كده هم بعدوا عن المنتخب. انما هم لو كانوا فاهمين الراجل ده وما اعرفش ايه كانوا هيبقى تدعيم لينا. امثال كتير عندنا اسماء مش عايز اقولها، ويمكن يعودوا تاني ان شاء الله، يكون الراجل بقى لهم دي كانت رسالتي ان انتوا تفهموني اقول انا عايز ايه من كل مرحله. بس في تجربه زي السعوديه كابتن مثلا، انه وصل كاس العالم ومشت مدربها. ما هي ممكن تحصل في الكوره. انا يعني بس على فكره لا على فكره تحصل يعني، منتخبات قبل كده وصلت واستغنت عن المدرب، وفي ناس يعني كذا منتخب مش النوع ده، لكن احنا نمشي يعني. لكن انا بقول ان هو نجح فيما كان موجود. ليه؟ لانه خلي بالك انت منتخبك برضو، عشان برضو ما نغفلش حق الراجل، انت المنتخب بتاعك في فتره بتجيلك فتره تغييرات جلد. انت المنتخب بتاع الكابتن حسن شحاته اللي هو خد 2006 و2008 و2010 تحس ان كان في نضوج في لعيبه كتير، مجموعه لعيبه كتير جدا 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 يدخلهم كاس العالم. لا حق جيل جالنا كان الجيل يمكن بعد الجيل بتاعنا برضو. طبعا 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 حسن شحاته وفاروق جعفر والخطيب ومصطفى عبده وشيف عبد المنعم وطارق يحيى كان معانا برضو. طبعا لعيبه كتير قوي كانت صح في نص الملعب يعني، مش عايز المنصوره فيها ثلاثه سعد سليط، وكان بيجي معاهم سطوحي وبدير، وكان في الناس دي بتاع 98 بتاع ماتش تونس ده لو تفتكروه الايام دي، كانت برضو فرقه جامده جدا وكانت فرقه تستاهل تمثل مصر في هذا الوقت. جه بقى جيل ابو تريكه ده، انا كنت شايف
دول كسبوا الاربع فرق يا اسامه في بطوله افريقيا، كسبوا كوت ديفوار اللي دخلت، الجزائر خدوهم 4، كاميرون كسبوهم في اول ماتش 4، كان في مين تاني دخل برضو كسبوهم 2-1. فكسبوا الاربع فرق اللي دخلوا، غانا كسبوا كل الفرق اللي دخل، كسبوا غانا في الفاينل 1-0. ايوه بتاع جده لو تفتكروا، كل الفرق اللي دخل كاس العالم ساعتها مصر ضربتها في بطوله واحده. اعتقد يا اسامه ان دول كانوا احسن ناس برضو يكون ليهم حظ وحظهم. لا انا اقصد، انا عايز يعني اسقط على موضوع المستر كوبر في ايه، انه الجيل ده كان فيه نجوم كتير جدا وفي اعمار سنيه اللي هي بين الخبره والشباب، يعني عندهم خبرات كلهم في سن ال 26 و27 وال 25 اللي هو ابو تريكه واحمد حسن وحسني يعني ايوه وحسني عبد ربه وسيد معوض والحضري طبعا ربنا يديله الصحه كان في قمه مستواه، واحمد فتحي وحسام غالي، هتقعد تذكر زيدان ميدو وعمرو زكي، كان جيل متكامل قوي. كل واحد انت بفرقة. خلي بالك انت لفتره الثوره والثلاث اربع سنين في ناس كتير قوي اعتزلت، في ناس انا لسه بقول لك ايه، في ناس لسه داخله المنتخب من المنتخب الاولمبي، يعني انت المنتخب الاولمبي اللي كان معانا في مثلا دلوقتي 6-7 لسه السنه اللي فاتت أو لسه داخلين في المنتخب زي رمضان وصالح وتريزيجيه ورامي ربيعه كهربا الجيل اللي قبله اللي هو بسنتين ثلاثه المنتخب برده اللي قبليه الاولمبي اللي هو محمد صلاح والنني وحجازي، انا اقصد انه برده فرقه كانت في طور تكوين، يعني مش معاه نجوم جاهزين كل الخطوط صحيح. جاهزين، فبرده دي نقطه خلي بالك، لانه المتاح له بالنسبه للدوري المصري والمحترفين في الخارج في بعض الناس موجوده وكويسه وتستحق، ولكن المتاح برضو محدود. الله عليك، حتى في ظرف يعني الظروف اللي احنا عدينا فيها كلها يعني المتاح مصر قدرت تخش كاس العالم. أيوة حتى طبعًا. بعد الظروف اللي اسامه عليها، فانا بقول عشان كده ان هو يعني ما تقدرش ما تدلوش الفرصه دي، دي وجهه نظري الشخصيه. حقه يا اخي حقيقه، اقل هديه هو فيها انه كان حظه وحش في جميع الناس اللي مر معاهم وجاي دايما يوصل للفاينل يا عيني، لما المره دي بيوصل بفرقه كاس العالم عايز تحرمه من وجوده هذا الشكل وهذا الكيان لنفسه وسمعته. أنا حرام عليك. اقول حاجه كمان يا كابتن، انا استقبلت يمكن واحد من الناس اللي كنت في وقت ما مسافرت الكوبر جه كنت موجود، مع ان انا من الناس اللي انا من الناس اللي ما كنتش سامع عارف، انا من الناس اللي لعبي كله هجومي ما بحبش، لا هو في اعتراضات، ما بحبش الدفاع ده، انا بحب اللي بينقل الملعب وليد سليمان مؤمن زكريا الناس دي اللي هي سوبر رانر، انما عنده التعويضات كان بيشوف هو تريزيجيه يقدر يحقق له المعادله الصعبه بتاعته، رمضان صبحي ما زال مثلا عنده الحته اللي يقدر يعملها، فهو راجل عنده رؤيه برضه تقدر توصله للي هو عايزه مع وجود اللاعبين التانيين دول. لا اللي انا اقصده انه مع اختلافنا في بعض الجزئيات معاه، احنا مش بنقول انه كلنا هو عمل كل حاجه 100%، ولكن احنا بنقول انه في ظروف معينه مرت بمصر هو وصل نهائي افريقيا وصل كاس عالم، لكن انت تختلف معاه في حاجات، انه الكره تبقى افضل من كده، انه بعض العناصر تدخل تنافس بعض العناصر اللي موجوده، في حاجات عايزه تتغير في الفتره الجايه. بقول لك يا كابتن، جزء مهم، وانا يمكن كابتن استرخت كوبر لما جه كان في مشاكل كثيره، كان من توقف الدوري 50 يوم بسبب مشاكل كانت في مباراه الزمالك في سد الدفاع الجوي وحاجات كتير جدا، الراجل كان حتى يعني مش عارف يعمل ايه، هل يمشي ولا يقعد، لكن طبعا هو واخد انت مستلم تركيبك الكام في افريقيا اهو. مظبوط، انا معاك يا كابتن. 36 صح. النهارده احنا كام ترتيبنا؟ صح، في حاجه 9 تاني او 10 او 11. طيب خليني طبعا يعني اقول ان محمد صلاح اختير من مجله فرانس فوتبول ضمن يعني 11 لاعب هم الافضل في التصفيات الخاصه طبعا بالفرق العالميه، في هذه التصفيات الخاصه طبعا بالتاهل لمونديال روسيا. محمد صلاح طبعا دايما مشرفنا، وجوده دايما بشكل مميز بيشرف، يستاهل كل الخير يعني، طبعا لاعب مميز يستاهل كل الخير لان محبوب كل الناس، لعبه وخلقه وكل حاجه. طبعا يا كابتن، خليني بس اروح لفاصل وارجع بقى، ارجع اتكلم على مباراه الغد، مباراه الاهلي والاتحاد في الاسبوع الخامس للدوري الممتاز، وعوده طبعا للنادي الاهلي لهذه البطوله مره اخرى، وتركيز سواء بقى في هذه المباراه وايضا مباراه الرجاء ثم النجم الساحلي، ولكن كلامنا طبعا هيكون على مباراه الاتحاد. بجد الترحيب بحضراتكم، يعني كلامنا اكيد هيكون على مباراه الغد، مباراه الاهلي والاتحاد في الاسبوع الخامس، يمكن النادي الاهلي لعب مباراه وحيده
في بداية الأسبوع الأول مع فريق طلائع الجيش، وتعادل سلبي ونقطة واحدة لفريق النادي الأهلي حتى الآن. يمكن الاتحاد السكندري في المركز الثامن برصيد 6 نقاط، أما الأهلي في المركز 16 برصيد نقطة واحدة. طبعا النادي الأهلي لعب مباراة وحيدة، أما نادي الاتحاد فلعب 4 مباريات حتى الآن، فبالتالي طبعا يعني وضع طبيعي أن النادي الأهلي يخش في مجريات الدوري الممتاز مرة أخرى، هو حامل اللقب لهذا الدوري او هذا الموسم السابق. ان شاء الله يحقق النجمه الثالثه متتاليه وثلاث نجوم متتاليه ويحصد طبعا اللقب 40 ان شاء الله في هذا الموسم، عشان نحط الاربع نجمات زي ما احنا بنتكلم كده دايما باستمرار. نادي الاهلي هو نادي البطولات. خلينا نتكلم على مباراه الاتحاد كابتن شريف، وبتشوفها زي النهارده في مباراتين اتلعبوا في بدايه الاسبوع الخامس، الداخليه والرجاء، وفوز الداخليه 2-0، ايضا تعادل سموحه وبتروجيت 0-0، وحاليا في مباراه شغاله هي وادي دجله والنصر. لكن خلينا نكلمك على مباراه الاهلي كابتن، وبعد يعني فوز منتخبنا والنشوه اللي موجوده وتكريم نجوم الاهلي الدوليين اللي موجودين مع منتخبنا الوطني من مجلس اداره النادي الاهلي، بكره المباراه هتكون عامله ازاي، خصوصا بقى ما اشتراك الدوليين هيكون عامل ازاي كابتن؟ بص هقول لك على حاجه، النزعة اللي موجودة في مصر دلوقتي كقصة كاس العالم، واحنا وصلنا كاس العالم دي هتأثر علينا، انما الدوري ابتدى مش مؤثر علينا في حاجة، الدوري ابتدى سخن جدا. فرق بتتعادل مع نادي الزمالك من اول المباراة، بتعود وتتعادل مع نادي الاهلي يمكن تحت اي ظروف، ماتش طلائع الجيش انما اتعادلت الفاينل، ان هي اتعادلت. فرق عايزة تخش زي اتحاد اسكندرية اللي هيلاعبنا بكرة، بيخش المباراة كسبان 2-0 يرجع يتغلب 4-2، خدت بالك من الاسماعيلي، فماتشات جامده جدا بتحصل، دخول وخروج الفرق الكبيره، الفرق الصغيره مش عايز تقع في الفخ اللي وقعت فيه السنه اللي فاتت. كل ده الشو بقى، بكره لعيبه مصر كلها هتحس ان هم اهلي وزمالك، كل الناس عندها احساس بوصولنا كاس العالم، ان هم لعيبه كبيره جدا وعليهم العين ان هم يكونوا ضمن الناس اللي مسافره رايحه كاس العالم. انا معاك يا كابتن بقى، يعني خلاص فرصه موجوده، فرصه كبيره جدا، ان انا هتفرج على لعيب بكره مش هشوف التيشيرت بتاعه ايه، هشوفه هو نفسه شكله ايه، قدام الاهلي بقى، قدام الزمالك، قدام ما بقتش اهلي وزمالك واتحاد والناس دي، سيبنا احنا من فرقتنا، احنا ما شاء الله الله اكبر ان احنا عندنا اعدادات وعندنا بنشتغل شغل بروفيشنال عالمي من زمان واحنا عيال صغيره، ان احنا بنلعب على الفوز بس، ازاي بنحضر لعيبتنا، ازاي كل مكان في بوزيشن في الملعب يبقى عندنا كذا لعيب جاهزين، بنحاول اصاباتنا تبقى سريعه، بنحاول ما فيش ايقافات كتيره، اجهزه فنيه شغاله، اداره ماليه شغاله، اداره على الضبط والربط موجوده. فبالاسماء اللي حضرتك اديتها لي دي النهارده كان ليهم حظ واشتركوا في فرقه كسبوها 8، مع انها فرقه جامده جدا، اقوى من فرقه الجونه اللي احنا لو تفتكر كنا لعبناها في الماتش الودي برضه في اف سي مصر اللي كسب فيها النادي الاهلي 8، وفرقه جامده اجمد ما اقول لك من فرقه الجونه، فما كانتش على، انما على غرار ايه بقى؟ ان في متعب بيتالق اول ربع ساعه، بيضيع كورتين ويجيب جونين جامدين جدا فيهم روسو، واحده بالدماغ بيحطها زي الطلقه، والتانية بيوقف وبيحطها في الزاويه، يخش بعديه احمد حمودي الشوط الثاني حاجة. اسمح لي كابتن بس اخد على الهاتف كابتن محمد يوسف، طبعا نجم مصر طبعاً، ونجم النادي الاهلي، وطبعا المدير الفني لفريق بتروجيت. كابتن محمد برحب بحضرتك. كابتن محمد الخير، مساء الخير يا كابتن محمد، ومتع عليك طبعا ومتع على ضيوفك طبعا كابتن شريف كابتن وسام. اهلا بيك كابتن محمد، اهلا بيك محمد، يعني برحب بحضرتك. ويمكن مباراه لسه خلصانه منذ قليل طبعا، وتعادل مع فريق سموحه، يمكن بدايه الدوري يا كابتن بعد وصول مصر لكاس العالم دايما بيبقى خلاص اللاعبين زي ما كابتن شريف كان بيتكلم دلوقتي ان كله عايز يبقى موجود جوه منتخب مصر عشان يمثل مصر في المونديال. بتشوف الاول يا كابتن وصول منتخبنا لكاس العالم، وايضا بقى الدوري لما يبتدي يشتغل شكل الدوري يبقى عامل ازاي يا كابتن محمد؟ هو طبعا يعني لو انا خدت من كلامك اللي حضرتك تقدمت فيه وقلته، ان طموح اي لاعب طبعا انه يلعب في منتخب مصر، وخصوصا بعد ما يكون في نجاح زي التاهل لكاس العالم، بطوله تعتبر هي الكبرى، واحنا حتى يعني ثالث تاهل لينا في تاريخنا، فاكيد طموح اي لاعب، ودي حاجه تشجع المفروض. صحيح. مباريات لما تشتغل يبقى طموح كل لاعب بيأدي في الفرق المختلفه ان كوبر يبص عليه ويبدا يحطه في ترشيحاته ويبدا يديله فرصه في المنتخب، خصوصا ان هيبقى في مباريات وديه دوليه كتير وهيقدر ان هو تكتب له بعض الوجوه. فاللي انا عايز اقوله ان تاهلنا لكاس العالم دي حاجه ايجابيه بشكل كبير جدا، ولابد انها تستثمر بشكل كبير جدا،
خصوصا في الفترة القادمة، سواء من مباراة ودية دولية على أعلى مستوى ومع فرق كبيرة ومع فرق فيها أسماء رنانة يعني. صحيح. وفي نفس الوقت كمان إن أكيد ده لازم ينعكس على أداء الفرق المختلفة في الدوري، لأن أنت لسه عندك كأس العالم في يونيو 2018، فأنت لسه عندك موسم طويل يقدر لعيبة تفرض نفسها وتحط رجليها وتحط اسمها في الليسته بتاعت منتخب مصر في كاس العالم 2018 في روسيا. طب كابتن محمد، انت بتشوف البدايه بقى مره اخرى للدوري الممتاز والاسبوع الخامس، يعني تعادل مع سموحه كابتن بتشوفه ازاي النهارده، او بتشوف حضرتك مباراه النهارده؟ والله احنا النهارده بالنسبه لنا التعادل يعني انا شايف انه نتيجه ايجابيه، لان احنا اتطرد مننا محمد سالم بعد 5 دقائق الشوط الثاني، لعبنا بنقص عددي حوالي 45 دقيقه بالوقت الاضافي. فطبعا احنا كنا شغالين بطريقه الشوط الاولاني، الشوط الثاني بدانا ان احنا نغير طريقتنا، ان احنا نبدا نستحوذ ونرجل رجل على اساس ان احنا نستغل الاندفاع الهجومي بتاع فريق سموحه. سموحه بيلعب على ملعبه ومطالب ان هو يلعب على 3 نقاط، او فكره انه يلعب 3 نقاط دون الايه، دون التفكير في الخطوط الخلفيه والمساحات اللي موجوده في الخطوط الخلفيه عنده، سواء في خط الظهر او في وسط الملعب. لكن طبعا الطرد خلانا نخلص نغير خالص من الفكر بتاعنا ونغير من التغييرات، حتى التغييرات اللي انا كنت بفكر فيها بدات ان انا ابدلها خالص وابدا اشتغل على تضييق المساحات، تضييق المساحات وعدم اعطاء الفرصه للثلاثي الهجومي اللي هو اوميد اوكري وحسام حسن ومحمد حمدي زكي، ان هم يبقى في مساحات يقدروا يستغلوها سواء ورا خط ظهرنا او حتى ما بين خط ظهرنا وخط الوسط. ففي النهايه يعني اللي انا عايز اقوله ان اللعيبه النهارده قدوا بروح عاليه جدا، لعبوا بنقص عددي، يعني بتتكلم مع فريق زي سموحه وفريق كبير ومعاه جهاز فني اشتراكه برضه من المدربين المحترمين. فكل ده بيدينا انطباع، رغم ان انا كنت طمعان ان احنا الشوط الثاني نبدا نحل المساحات ونبدا ان احنا نلعب على هجمات مرتده تدينا فرصه او فرصتين تسقط في التهديف يعني. لكن في النهايه احنا خرجنا بنقطه كويسه في ظل طبعا السيناريو اللي اتفرض علينا في المباراه يعني. صحيح كابتن محمد، يعني مباراه الاتحاد والاهلي غدا، يعني برضو بعد النشوه اللي احنا فيها ورجوع الدوليين لفريق النادي الاهلي، بتشوف برضو البدايه للنادي الاهلي بكره في مباراه الاتحاد والدوري الممتاز مره اخرى كابتن؟ دائما البدايات بعد التوقفات بتبقى صعبه شويه، ان انت بتبدا تتجمع تاني غير لما بيبقى الدوري ماشي وفي استمراريه في المباريات، خلاص بتخش في رتم المباريات وتركيز الماتشات مهما كان تركيز الماتشات الرسميه مختلف تماما عن المباريات الوديه، مهما عملت ودي ومهما عملت تدريبات قويه لكن المباريات الرسميه خير اعداد في فورمه الفريق يعني، فاهم قصدي ازاي؟ فدائما التوقفات بيبقى يجي بعدها البدايات بتبقى صعبه شويه، لكن طبعا الاهلي عنده مباراه مهمه جدا مع النجم، فهيلعب مباراتين سواء مع الاتحاد السكندري او مع الرجاء، المباراتين دول يعتبروا اعداد قوي جدا للمباراه. صحيح لمباراه النجم، مباراه العوده. فنتمنى ان شاء الله ان احنا يعني نشوف اداء قوي. طيب كابتن شريف عايز يسالك سؤال كابتن محمد. اتفضل كابتن. كابتن محمد ازيك؟ مبارك ايه، وحشنا. الله يخليك يا شريف، الله يخليك. طبعا دي فرقتك اللي بتلعب دي برضه انت ليك بصمات عليهم يعني، اللعيبه دي كلها. انا انت لو معايا، لو احنا نقدر نريح شريف اكرامي ورامي ربيعه وصالح جمعه واحمد فتحي بكره، ولا او نشرك صالح جمعه بس على الاقل ونريح احمد فتحي شويه في مباراه بكره، ولا انت ايه رايك؟ ولا انت هتحب تبقى مجهز العده من ماتش الاتحاد للرجاء لنجم الساحلي يبقوا نفس اللعيبه ونفس؟ انا شايف ان احنا نشتغل بالفول تيم بتاعنا عادي خالص. اللعيبه رجعت من المنتخب خلاص، احنا عندنا فارق زمني حوالي 5 ايام، ده كفيل جدا ان يبدا اللعيب يعني يغير تفكيره وتركيزه، خلاص النشوه بتاعت كاس العالم دي خلصت، خلاص لازم ان هو يركز لانه عنده مهمه لا تقل اهميه عن وصول كاس العالم. صحيح. هي بطوله افريقيا. هو تكمله للي بيحدث في مصر يا كابتن، من 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 نشوه ومن انتصار دايما لمصر بشكل اشكال. ان وجهه نظري الشخصيه النادي الاهلي يلعب بالتيم الاساسي بتاعه دون راحه اي لعيبه عادي خالص، واتعمل الريكفري بتاعهم واتعمل الاستشفاء بتاعهم، واكيد طبعا الجهاز الفني عمل معاهم بعض الاجتماعات لاعاده تركيزهم تاني وان هم يعيشوا تاني في مباراه الاتحاد،
لان انت برضو خلي بالك ان الاهلي فريق بطولات، فريق بيلعب على مكسب في كل مباراه. صحيح. النهارده رغم ان انت ممكن عندك اوراق، لكن انت مطالب مباراه الدول تحط الشكل اللي انت هتشتغل بيه في مباراه النجم الساحلي. صحيح. يعني في ظل الاحتراف حاليا وفي ظل النضوج بتاع الجيل ده، خلاص اللعيب بيقدر يفصل ما بين خلاص كمنتخب وخد بطوله، خصوصا ان مين اللي لعب. انت اللعيبه اللي لعبت عندك في النادي الاهلي احمد فتحي، هو خاصه احمد فتحي كان بس مش هيلعب ماتش النجم الساحلي، فعشان كده انا بقول لك يعني لو يقدر يريح ويخلي محمد هاني اكثر اشتراكا عشان يخش في الفورم اكتر. يعني هو في ممكن احمد فتحي، هو في تلميح على احمد فتحي، انا بلمح يعني كنت في احمد فتحي مش موجود، هو في يعني لحد انه على الاقل يستريح فتره برضه، والراجل عامل مجهود جامد جدا كابتن محمد. لكن انا بتكلم على يعني شريف اكرامي. شريف اكرامي انا شايف انه يمشي عادي بمعدلات عاديه خالص ويبقى موجود يعني. لكن احمد فتحي فعلا انا نسيت ان النجم الساحلي هو هيمشي مع الاصدقاء، فاكيد لازم تدور طبعا على البديل وتدي البديل بتاعه وتعمل اتجاه ما بينه وما بين الطرف اللي هيلعب قصاده وما بين الاثنين الارتكاز اللي هيبقوا موجودين في ديفندر في وسط الملعب. الحاجات دي مهمه جدا. صحيح. كابتن محمد بشكرك طبعا، كابتن اسامه بسلام على حضرتك، وكان يعني لولا لوقتنا طبعا كان هيحصل محادثه بينك وبينه برضه بعض الاسئله، لكن بشكرك كابتن محمد بالتوفيق لحضرتك طبعا مع فريق بتروجيت. اكيد كابتن محمد يوسف صخر دفاع النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر، يعني بطولة افريقيا حاجه كمان جميله وشخصيه جميله جدا. كابتن شريف استكمالا بقى كلام حضرتك، لان احنا ما عندناش وقت، وقتنا بيخلص، المباراه اللي حضرتك بتتكلم عليها مباراه اف سي مصر وتاثيرها الايجابي من خلال اعداد بعض اللاعبين للمباراه القادمه. ايجابيات كثيره جدا خرجت باحمد حمودي وعمرو بركات، و حتى حسين السيد جاب جول عالمي، بقول لك انا بشماله تحفه، يمكن يدخله نفسيا كمان في الفورمه لو احتجت اي حاجه ناحيه الشمال يعني. ف متعب جاب جولين، ده احنا كنا بنتكلم في اول ربع ساعه، اسامه عمل جيم فظيع يعني. فهو طبعا كان عنده ايجابيات كتيره قوي، حتى ازارو جاب جول في بتاع، واحمد ياسر ريان، الناس دخلت عندها اتفتحت نفسها مع فوزنا في كاس العالم، يبقى كل واحد هيلبس تيشيرت تمثيل مصر في افريقيا وبطوله القارات وبطوله العالم وبطوله كاس العالم. في كل ده انا بتمنى من اللعيبه كلها تحفز نفسهم ان هم نشوفهم على طول نجوم كده متالقين في النادي الاهلي وفي مصر. صحيح. كابتن اسامه، يمكن كابتن محمد يوسف المحن جزئيه دايما الصعوبه في انك تبتدي من اول وجديد تاني، النشوه اللي موجوده دايما بتلاقي بعدها يعني حته الهدوء شويه، او ولكن النادي الاهلي مطالب دايما يبقى في حاله استنفار دائم باستمرار. كابتن اسامه دي ما فيش شك فيها، بس هو كلكم اتكلمتوا على الموضوع الدوافع واللي هتحصل للعيبه ان نفسها تخش منتخب مصر. خلي بالك الفتره الجايه هيبقى فيه شراسه من لعيبه معينه، خاصه اللعيبه اللي عندها احساس ان هي ممكن تبقى قريبه، مكانهم فاضي ليهم. فانت اللي اشترك في 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 في, في الكاس العالم في التصفيق في الماتش الاخير، احمد فتحي، معلول طبعا مع تونس، رامي ربيعه، صالح جمعه، الباقيين كانوا احتياطي وما لعبوش، مثلا شريف، سعد سمير، حسام عاشور، دول ما عندهمش مشكله خالص، دول ناس كانوا بيتمرنوا كويس مع المنتخب. صحيح حصل احتفالات وحصل مقابلات واكيد نشوه الفرحه ممكن تبقى في واحد اتنين تلاته، لكن الباقي هيبقى تركيزه كبير قوي. ولذلك انا ممكن مع فكره ان ممكن احمد فتحي هو اللي يريح ويلعب هاني، على اساس ان احمد فتحي مثلا الماتش بقى له 4 5 ايام، وهاني هو اللي ممكن يلعب ماتش النجم الساحلي، وهاني لعيب كويس، لكن ما اقدرش اغير في الفرقه كلها. فممكن برضو معلول، حسين السيد وصبري لعبوا ماتشات وهيلي ممكن واحد فيهم يلعب، مثلا حسين كان بيلعب الفتره الاخيره قبل ما معلول ما يلعب، لكن بقيه الناس شريف، سعد سمير، حسام عاشور، كل الناس دي لازم تلعب. حتى صالح جمعه لعب 60 70 دقيقه في الماتش اللي فات، وما كانش في الفتره الاخيره بشبه اساسي في النادي الاهلي، بيلعب نص ساعه، بيلعب ربع ساعه، ما ابتداش ماتشات كتيره، فعادي انه هو يبتدي بكره، لانك انت عايز تكسب ماتش الاتحاد، لانك بتلعب في خط بطوله الدوري، وفي نفس الوقت لا تغفل مباراة النجم الساحلي. لكن انت اساسا انت برضو دوري العام ده مهم بالنسبه لك، انت متعادل اول ماتش مع طلائع الجيش، فانت عايز تكسب بكره اكيد يعني. صحيح. فما تقدرش تعمل تغييرات
جذريه يعني. لكن ممكن واحد زي ما اتفقنا انه ممكن احمد فتحي يقعد يلعب هاني، ممكن معلول يقعد يلعب حسين السيد، لكن بقيه الناس تبقى موجوده. ده وجهه نظري يعني. ما اعتقدش احنا كان محتاجين ناخد وقت اكتر نقدر نتكلم فيه عن مباراه الغد، لكن طبعا اسامه بشكرك شكرا جزيلا. كنا اتكلمنا على منتخبنا وتاهل المنتخبات سواء بقى امريكا الشماليه او امريكا الجنوبيه. ده وضع طبيعي ان احنا خلاص بقى نبص للفرق اللي جايه عشان نشوف بينا في حته تانية. لازم نلعب لازم نلعب مستويات كبيره. صح كابتن مصطفى، لازم تتعود على كده. الضغط اللي بيحصل علينا منتخبات كبيره اصلا هتطلب تلعب معاك يعني. مثلا لما يحصل لو لما تحصل قرعه كمان مثلا، حد يقع مع المنتخب التونسي، حد يقع مع المنتخب السعودي، حد يقع، هيطلب ان يلعب المنتخب المصري. اقول لك على حاجه، احمد حجازي والنني ومحمد صلاح عاملين لنا شهره عالميه كمان قوي. فالناس كابتن اسامه، انا بشكرك كابتن اسامه. الله يخليك، ربنا يخليك كابتن شريف. انا بشكرك، انا اللي بشكرك وبشكر كابتن اسامه على كل التوفيق لفريق النادي الاهلي بكره ان شاء الله. تبقى بدايه موفقه مره اخرى لبطوله الدوري. احنا لعبنا اول المباراه امام طلائع الجيش، لكن تعادل ان شاء الله بقى الخطوه او العجله تدور في هذه البطوله مره اخرى، والمطالبه دايما ببطوله الدوري الممتاز واللقب الثالث على التوالي ان شاء الله بدايته من بكره. بعد الفاصل هيكون معاكم زميلي محمد فاروق سعد ومعاه استاذ محمد جمال هليل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. اكيد كلام كثير عن تكريم لاعبين المنتخب الوطني، طبعا الاهلي اللي اشتركوا طبعا مع منتخبنا الوطني، لاعبي النادي الاهلي اللي اشتركوا مع منتخبنا الوطني. كلام كثير طبعا عن الفتره القادمه للنادي الاهلي. فاصل وانتظروا.